قوة اقتصادية وسياحية وقوة السياحة اللي كتواجد في العلاج هو هذا ونصفنا مع الإدارة ديال المهرجان عفوا الإدارة ديال المنتجع السياحي ورحبوا بنا ووافقوا على أننا نجيو نضموا دورة ندوا صح خلال الدورة عندهم وكنشكرهم وكنشكرهم الترحاب. بقى واحد السؤال واحد آخر متعلق بتقييم فني السنة الماضية. التقييم ما نقدرش نشكروا راسنا نقولوا أن واش مزيان مشيت العام نقولوا إما كنشكروا راسنا إما كنلفوا راسنا ولكن بحكم كتلقى واحد الساقة واش غيكون المهرجان واش كاين المهرجان إلا هو كيعطي واحد الانطباع على بأن الدورة السابقة كانت ناجحة. ما نقولش 100% ولكن ملي ان الجمهور كيتسنى السنه اللي جات الا انه كان بينا على السنه الماضيه. بقى واحد السؤال متعلق بالجانب التنظيمي كان من طرف الاستاذ هشام الشدادي اللي هو انه علق على اللجنه التنظيميه. طبيعة الحال كانت هذه هو عندنا في كوش عليها ولكن الواحد اللي كتعطيه الفرصه لانه يتلقى واحد النجم الا هو انسان مراه وغادي يصوروا. كاين استاذ السي هشام غادي يجاوب صراحه ما قلتش انه خطا تنظيمي انه كان انفلات بعد انفلات ولكن متجاوز عنها بحكم ان الشباب تعطي له فرصه انك وفرتي له واحد النجم باش غيتصور معاه راه يتصور معاه واخا تكون في اي منصب كنتي وزير كنتي برلماني كنتي فنان كنتي صحفي جات الفرصه يمكن تستغل بطبيعه الحال